تقوم منظمات المجتمع المدني في دولة قطر بدور رئيسي وفعال لتعزيز وجود مجتمع متماسك. يعمل قطاع المجتمع المدني في علاقة تشاركية وتكاملية مع القطاع الحكومي. تقود المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جهوداً مكثفة في مجال العمل الاجتماعي من خلال المراكز المنضوية تحت مظلتها، وهذه المراكز هي مركز الاستشارات العائلية وفاق، مركز رعاية الأيتام دريما، مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة الشفلح، مركز الإنماء الاجتماعي نماء، ومبادرة بيست باديز قطر لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة. يختص مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان بضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وحمايتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع. يقدم مركز أمان عدة خدمات تتمحور في: أولاً خدمات الحماية، وتتمثل بخدمة الاستقبال والتمكين والخدمات الاستشارية القانونية والاجتماعية والنفسية. ثانياً خدمات التأهيل، وتتمثل بخدمات الإيواء والجلسات التأهيلية. ثالثاً خدمات الدمج، وتتمثل بالرعاية اللاحقة والمستمرة. يتبع مركز أمان عدد من الفروع والمكاتب في عدة جهات معنية كالمستشفيات والمراكز الأمنية، ومن أهم وحدات المركز قسم الإيواء وقسم الخطوط الساخنة. يمثل مركز الاتصال والخط الساخن خدمة متطورة لاستقبال طلبات الحماية الاجتماعية أو الخدمات الاستشارية القانونية والنفسية والاجتماعية. يتولى مركز الاتصال استقبال المكالمات الواردة على الخط الساخن 919 من قبل كوادر مؤهلة، واستقبال الشكاوى من حالات العنف أو التصدع الأسري الواقع على الفئات المستهدفة من النساء والأطفال. وتتنوع الاتصالات بين طلبات حماية أو استشارات أو إرشادات وتوجيه.